المنتشر الملكي قراءتكم لهذه المباراة؟ الحمد لله اول شيء يعني لوبجيكتيف ان كان سي 3 بوين سيرتو حنا في هاد لا سيزون ديال دوميسيل باقي ما درناش حتى شي اون فيكتوار دونك كانوا دو ماتش نيل في لا كوب دافريك ماتش ديال تركان كان عندنا دو سوسي ديال دوميسيل خصنا نديرو فيه لو بلان سيرتو لوبجيكتيف عندنا حنا سي بارمي لي زوبجيكتيف هذا سي شامبيونا تكونوا واضحين كاين لا كاف لو بلو بوان بوسيبل نمشيو كاين اي شامبيونا وكاين لا كوب دي ترون دونك كان خصنا نديرو فيه لو بلان كيما قلت كنا عارفين الادفيرسير لي الدفاع الحسني الجديد مع القدوم ديال المدرب تبدل نوعا ما ماشي هذيك الجديدة اللي كنعرفو قبل دونك سي تيني كيبقى اتليتيك اغريسيف مع لاناليز اللي درنا ليهم وتا لا سيمين لو طرافاي اللي كان سي خصنا نكونو حاضرين وخصهم نكونو ديسيزيف وسيرتو في لي باس اللي كنا شاهدنا لي ديشي باش هذاك لو بيسيج يخرجو منو بالرجوع السيناريو ديال المقابلة احسن سيناريو دونك دخلنا مزيان درنا ان تخي تخي بون طان دو ماتش تريكومبنسي لعب ان بيت البرومي بيت من بعد عاود جا لو دوزيام بيت تما في كان ان طون ديال غولاشمون من ورا لي دوبيت لي ماركينا كان ان طون ديال غولاشمون اون كاردي تخو بالون اون كاردي بالون تخي با يعني جيت لو كارديان بيت ديالنا داكشي باش عطينا الدفاع الحسن الجديدي باش ياخذ لا كونفيونس من بعد درنا ان ايرور جات ان كورنير يبعد بينالتي من بعد راك عارف ملي كيكون كتكون هادو زيرو وكتعطي لادفيرسير باش يرجع تما بدا ياخذ لا كونفيونس المهم جا لنا داك الشيء اللي بقى اون بروميير ميطون خرجنا دو ها اون دوزيام ميطون لي 15 بروميير مينوت عرفناو بانهم غادي يكونوا تخي ديسيزيف او بيان اون مارك اون تي الماتش او بيان لا قدر الله الله يستر غادي نعاودو نتعادلو دونك ما نكونكيسيوش الا ماركينا سي لي ديال ما ماركيناش خصنا نطوب بريزي لو جو داكشي الوليدات برافو عليهم تحيه لهم داكشي اللي كان من بعد لقينا دي سباس ماركينا لو تخوازيام بيت لو كاتريام بيت يا ابري عاود كان عن طرف ديال الغولاشمو كان شويه لي ديشي مي سي نورمال لعابه معذورين كاين شويه لا شارج مي الحمد لله ملي كيكونوا لي فيكتوار تيعطيوك الوقت فين تخدم لا تي تروبوزي او كالمومون بار كونتر لي ديفيت كتبدا نتا tu te remets en question de ce que tu as fait. Alhamdoulilah, avec les victoires, on va continuer à s'améliorer. Mais l'objectif 1, c'est atteindre notre 3 points, alhamdoulilah. Tu as fait la première question, ou la première question, Radio Marseille, je vous remercie. Je vous remercie. اليوم غتشوفوا بعض واحد واش كان عندك شي خدمه في هذا المستوى الهجوم حتى ذكر الدجا كنهضر على واحد شويه ديال كان باغي هذيك لانيماسيون اوفونسيف تكون مزيانه اليوم شنو اللي خلى ان اليوم جيش يربحوا اربعه ديال صفر متفقين حتى لو بوان توشيناه كنخدموا في اوكور دو لا سيمان كنخدموا على فينيسيون لان انا شتي تبارك الله لاكاليتي ولي لون اللي عندنا في لاتاك دونك ما يمكنش ما ماركيوش اكثر من هدف كيبقى غير هذيك لا ديغنيغ توش وسيرتو لو بون شوا لو بون شوا هادشي اللي خدامين عليه وهادشي عارفين لان ما غاديش يجي ان جوغ لون دوما خصو ان ترافاي ان ترافاي ترافاي الحمد لله اليوم كنا تخي ديسيزيف رغم انه جاونا دي زوكازيون اللي كنا نماركيو كثر وكثر مي الحمد لله ملي كتماركي كات بيت ديجا كيعطيك لونفي باش تعاود عاوتاني تخدم وتخدم نونباش كنتفق معاك اليوم كان لو سكور كان كاب غير اليوم الفرق ما بين اليوم واللي ماتش اللي فاتو كنا بلي ديسيزيف نتمنى ان شاء الله نبقاو غادي في هذا لابيغ نكونوا بلي ديزيزيف رغم انه جاونا دي زوكازيون علاش كنقول هاد المسائل لان دي ماتش من بعد اللي غادي يجيو ان سو بو يكون ادفيرسير صحيح يجيو سيرتو لي كومبيتيسيون اللي تابعينا تجيك اون لوكازيون تسجلها باش دير الماتش دونك نتفق معاك مازال خاص الخدمه لان كيف قلت ما غاديش تجي هادي خاصنا نخدمو ان شاء الله باذن الله نزيدو نتحسن اخر سؤالين سؤال موال عادي السبع جانا من الاخر نقطه في الاخر ديال الجواب ديالك ادفيرسير منافس كنمشي على منافس صحيح واش نادي الدفاع الحسن الجديدي في هذا اللقاء كان متوالع والاخطاء الدفاعيه ديالو سهلات على عادي السبع الامواليه في هذا اللقاء ملي كنقول لك ادفيرسير صحيح سي في البلون اتليتيك اي سون اغريسيف عندهم دي كرون تايب كيلعبوا لون كيضربوا على الدوزيام بالون بار كونتر حنا سيت اون ايكيب كتبني هذا ماشي كنقول كننقص فريق دفاع الحسن الجديد معروف بالتاريخ وتا بالكره اللي كيلعب مي هذا سي ان سيستيم كنحترمو عليه ان سيستيم كيديرو ناجحين فيه هذيك المساله كتخصهم مي حنا درنا لو كونتر ديالو حنا
خصنا ما نخليوش يخرجوها باش ما يطيحوش في لي بوين فور ديالهم. دونك مشينا بريسينا ولا شتي لو برومي بيت و حتى دوزيام بيت بريسينا ما عندهم حيت هما عندهم مشكل. ماشي كنقول لك هذا ان سيستيم ديالي باش يفهموني الناس. سي ان سيستيم بريسينا ما عندهم جبنا البيناتي دوزيام بيت من بعد سي نورمال اون ايكيب لي كاش اون كيسي تخرج تلعب خلوك دي سباس وراهم لو ثوازيام لو كاتريام بيت مشينا في ظهرهم. هادشي اللي قلت لك سي اون ايكيب لي اتليتيك دونك الا ما كنتي صحيح وسيرتو اللي عطيتيهم الكره بزاف غتعدى. اخر تساؤل سي سراج اللي عندنا حمص ثم التوفيق كذلك كاس افريقيا صعيب قديم الجيش الملكي كان اليوم الاداء وكانت النتيجه. واش الجيش الملكي استغل الفتران تاع التوقف والخاص سيستم باش كنتو كتقلبوا انكم تلعبوا خلال هذا الموسم وتتم تعبيه بالجمهور؟ اول شيء ما باش نكون واضح معاك غير ديال الجمهور تمنيت كوكا اليوم البيبليك ما هما عندهم الدوافع ديالهم كنحترمهم مي تمنيت لان باش تجي تشجع فرقتك وتجي وتلقى اليوم لو سكور وتلقى النتيجه هذا هو النهار اللي كنقولوا حنا النهار الكبير بالنسبه للبيبليك. مي هما عندهم الدوافع ديالهم مي وصلونا القصد داروا واحد البادره حسنه جاو عندنا حتى المقر ديال لا كونسونطراسيون وصلونا الميساج بانهم راه معانا وكاينين دوافع ديالهم احترمنا بانهم راه معانا وصلنا للاعبين هذا الميساج. دونك كيف قلت لك فريق الجيش الملكي دابا بالبيبليك ديالو دابا معانا وحنايا دابا تندخلو بلا بريسيون ديال البيبليك وهادي سيت ان بون بوان كندخلو بها باش خصنا نفرحوهم لانهم الناس كتستحق وبغات الالقاب من حقها. اليوم كيف قلتي المسائل اللي كانت اليوم كان ان جوغ جي ديالنا كانت لا غويسيت راه لي زوكازيون اللي ما قدرناش نسجلو لي ماتش قبل سجلناهم اليوم كانت لا غويسيت. وهاد اللاعبين راه خصهم شويه الوقت راه تنقولو وتنعاود هاد المجموعه خصها الوقت. ايه راه دابا راه بارتو المغرب كله كيقول لك لي فار لا كاليتي ولكن لا كاليتي راه ما تقدرش تجي لك في شهر في شهرين خص العام مع صاحبي هذوك لي زوتوماتيزم سا دوموند دي طون سا دوموند بليس دو ماتش باش نبقى نعرفك فين كتبغيهم وفين ما كتبغيهاش. دونك خصني نبقى نلعب معاك بزاف حنا دابا كنقلبوا على ريزولتا او ميم طو بغينا هذاك لو جروب يولي ان جروب اللي مفاهم بزاف. دونك ما عندناش الوقت فين اي مطالبين بالنتيجه او ميم طو خدامين لان هذه المجموعه ان شاء الله باذن الله توفيق الله عز وجل نهار نوصلوا الطوب ديالنا ديك الساعه باذن الله غنشوفوا مسائل اخرى. عادل السراج مساعد مدرب فريق الجيش الملكي شكرا جزيلا. شكرا لكم مبروك الانتصار الله عليكم. شكرا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.